شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ختام النسخة الثالثة من بطولة المغفور له سمو الشيخ سلمان بن محمد بن سلمان الخليفة للرماية. هذا ونظم البطولة الاتحاد البحريني للرماية على ميدان الرماية التابع للنادي بالاتحاد الرياضي العسكري بالرفة. وقد حضر ختام المنافسات أصحاب السمو والمعالي والسعادة الشيوخ الكرام وعدد من أعضاء الاتحاد البحريني للرماية وعدد من المدعوين. وقد أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالمستوى الفني الكبير الذي قدمه المشاركون في هذه البطولة والتي تقام في نسختها الثالثة والتي تساهم في إبراز الطاقات والمواهب في لعبة الرماية البحرينية وتنعكس بصورة إيجابية على تطوير مستوى هذه اللعبة على الشكل الذي يدفعها لتقديم مستويات أفضل خلال المشاركات الخارجية والمنافسة على حصد المزيد من الإنجازات التي تضاف لسلسلة الإنجازات التي حققتها الرياضة في المشاركات والمحافل المختلفة والتي عززت من الحضور البحريني على المستوى القاري والدولي في هذه الرياضة، مقدرا سموه جهود الاتحاد البحريني للرماية برئاسة سعادة الشيخ سلمان بن خالد آل خليفة في تنفيذ البرامج والخطط الرامية للارتقاء بمستوى رياضة الرماية البحرينية ودفعها لأن تتبوأ مكانة متقدمة، مهنيا سموه الفائزين بالمراكز الأولى ومتمنيا سموه حظا أوفر لبقية الفرق في المشاركات المقبلة.